ظهور جديد لتنظيم داعش الإرهابي في غرب البلاد. ميليشيات طرابلس هي ستار التنظيم خلال الفترة الراهنة. تقرير لإذاعة RFI الفرنسية كشف عن وجود للتنظيم الإرهابي في مدينة صبرات الواقعة أقصى غرب البلاد، مستدلا بشهادات نقلها عن المواطنين هناك، وأن التنظيم بدأ في السيطرة على المدينة، مشددا على أن هناك علاقة بين نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا وعودة ظهور داعش في هذه المناطق. وذكر التقرير أن التنظيم عاد ليظهر مجددا، وبدأت عناصره تستولي على صبرات شيئا فشيئا. وبحسب العديد من الشهادات التي نقلها التقرير على لسان بعض سكان المدينة، فإن مسلحي التنظيم أصبحوا لا يخفون وجودهم في صبرات، وقد تمركزوا في مخيمين هما التليل والبراعم في ضواحي المدينة بحسب المصدر ذاته، في حين تربط الكثير من التقارير بين عمليات نقل تركيا للمرتزقة إلى طرابلس وعودة ظهور داعش من جديد في هذه المناطق. التقرير الفرنسي ربط هذه المستجدات الأخيرة بحادثة هروب العناصر المتطرفة من سجل صبرات وغيرها من المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات المدعومة من تركيا، كما ذهب بتفاصيله إلى أبعد من ذلك بكثير عندما أكد أن غرفة العمليات التي أنشأتها حكومة السراج تضم مقاتلين ينتمون لتنظيمات متطرفة.